من لندن معي زميلي عصام أكرماوي مراسل بي بي سي نيوز عربي. عصام مرحبا بك، دعنا نضيء على موجة الحر هذه في حوض المتوسط وأوروبا، ما تفسيرها؟ تفسيرها وجود كتلة هوائية عالقة إذا شئنا في سماء المنطقة في شمال إفريقيا بالتحديد، لكنها تؤثر على الدول الواقعة على البحر المتوسط. نتحدث هنا عن تركيا، اليونان، فرنسا، إسبانيا، وأيضا دول البلقان. الدول كثيرة تأثرت بسبب موجة الحر هذه. هناك بعض الوفيات في بعض الدول بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وهناك مناطق تم إخلاؤها أو إغلاقها، مثل الأكروبوليس في أثينا تم إغلاقه بسبب الحرارة الشديدة لحماية للناس. وهناك نصائح متواصلة للناس بضرورة البقاء في الأماكن المظللة وشرب كميات كبيرة من المياه، لأن حرارة الشمس هذه تعتبر قاتلة وضارة جدا. الخبراء البيئة يقولون أن هذه الأمور تعود إلى ارتفاع درجات الحرارة في العالم، وكما هو معروف ارتفاع بدرجة واحدة يؤدي إلى الكثير من المشاكل وتغيرات بيئية. لذلك القول أن علينا أن نتوقع المزيد من درجات الحرارة التي يطلق عليها متطرفة، سواء كانت الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة في فصل الشتاء. طبعا هذا التطور توني يأتي في وقت يشهد فيه الموسم السياحي في أوروبا نشاطا كبيرا بسبب عطلات المدارس، الأمر الذي سيكلف أصحاب الفنادق والمطاعم والمنتزهات الكثير من الأموال الطائلة، خسائر. هناك العديد من الناس الذين يفكرون في إلغاء رحلاتهم إلى مناطق يعني مشهور عنها أنها شعبية مثل إسبانيا أو اليونان ومصر. شكرا جزيلا لك عصام أكرماوي زميلي مراسل بي بي سي نيوز عربي في لندن.